صباح النور لي زامي، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال، ونلقاكم هاد لا فيديو نتوما بخير وعلى خير. اليوم هاد لا فيديو بغيت نشارك معكم ماي مورنين روتين سكين كير، اولا شنو كندير فيه. اول حاجه كنغسل وجهي بهاد لو جيل نيتوايون ديال لا روش بوزي، صراحه لقيت عليه اف غزال غزال بزاف، سورتو بالنسبه للاكني، فكينقي البشره فريمون من الداخل او ميم طون كيحيد لكم ديك لا بو مورت. ف ودابا غادي نتقلو لهاد لا كريم ديال الغزاله ديال ديو بلس اف اكلار ديال لا روش بوزي، حتى هي هادي البنات خطيره بالنسبه للحبوب، فرا فريمون كتحيد الحبوب بصفه نهائيه، فضروري في الاول انكم تتبعوا التريتمون وتصبروا كما انا دابا صابره، وان شاء الله غتلقاو ريزولتا زوينه. وهنايا انا كنوجد معكم الفطور، فحاولت ناخذ داك التوست خديته في المعجن اون برومو، كندير معاه الجبن هكا شي حاجه خفيفه وصحيه في الصباح، كنصايب الخبز ديالي وكنجلس مع براد ديال اتاي، اولا هنايا انايا صايبت حليب بالشكلاط سخيخنا هكا كليتهم نفطر بهم، ومن طول تفرج في الماتش ديال المغرب اليوم لعب المنتخب ديالنا، فان شاء الله نسمعوا اخبار زوين عليهم. كما كتشوفوا راني سخنت الحليب بالشكلاط وكنكبو دابا في الطاس وصافي، كان هذا هو الفطور ديالي صراحه. انه قررت انني ندخل الحمام، فضروري من نهتم بشعري بويسكو، هاد الايامات فريمون تضرر ليا بزاف بزاف، فحاولت انني نعالجو بهاد الزيت السحري هذا ديالي ديال لا مارك ديالي فريدا كوزميتيك، هذا كنسميه زيت المعجزه، فريمون البنات كيمنع التساقط ديال الشعر كيغدي الشعر، فيه مستخلص من سبعه ديال الزيوت والاعشاب، كيخلي لكم فريمون شعركم غزال بزاف، كيرطبو في نفس الوقت كيحيد ديك لاشو ديال لي شوفو، او ميم طون كيداويه وكيعالجو وكيغديه، فكنخليه على شعري مده ديال ساعه او ساعتين، وتقدروا تخلوه قد ما قديتو راه مزيان. من بعد كنجمعو وكندير عليه داك البوني، فريمون زوين بزاف كيخرج ليا شعري حريري حريري. فوالا هانتوما غتشوفوا اني خديت البوني وغادي نلبسو الشعر. فوالا كبيدات من ورا هاد التحميمه هذه الغزاله، ما شهيتكم فيها هي البنات، فريمون واحد الراحه نفسيه زوينه فاش كتكونوا يلا خارجين من الحمام، عاودت ديك لا كريم حيت فيها الصباح وبالليل، فمن ورا ما وجهي نقي فحاولت انني نديرها عاوتاني على دوك الحبيبات اللي بقاو ليا اولا يلا كيخرجوا، حيت في الاول كيكونوا كيخرجوا لكم الحبوب عاد من ورا التريتمون واحد شهر تقريبا حتى 15 يوم هكا راه من بعد كيمشي. حاولت ناخذ فازلين كان ايدغاتي به فمي، فريمون البنات في الاول ما خليت كارماكس ما خليت حتى شي حاجه، هاد فازلين تقبت لو تفكروني فيه، وبيان سور ما تنساوش انكم تمسحوا ديناتكم. وصافي هي البيجاما الغزاله اللي خديت من مارجان اون بروموسيون، البروداكت افتر شاور ديالي سبري ديال لو كور بيان سور، والبادي شيمر فريدا كوزميتيك كوم دابيتود، وصافي داك فازلين تقشراتي وصافي هاني. دابا غنلبس هاد الزيف حياتي على شعري باش نشوف على خاطر خاطرو. وصافي هذا ما كان البنات، واخيرا قديت الزيف وتقد ليا. دابا غنبارطاجي معكم هاد لا كريم ايدغاتون ديال هيمالايا، درتها لوجهي فريمون كتخلي لي وجهي بيان ايدغاتي يا البنات، غير حاولوا انكم تستعملوها وغادي تشوفوا وغادي تجربوها وغادي تاكدوا من هضرتي. وصافي من ورا ما كان ايدغاتي مزيان وجهي وذاتي، غادي ناخذ البلاش ليكيد ديال لا مارك ديالي فريدا كوزميتيك اباز دو فريز او لا فيتامين او، فريمون كي ماشي داك البلاش اللي كيتطبع ليكم فكتاخذوا راحتكم حتى كتصايبوه، كتجيو حنين كتكون فمكم، كيخلي لكم لا كولور 24 ساعه، او ميم طون كيهيدراتي لكم وجهكم بفضل لا فيتامين او، ماشي داك النوع ديال البلاش اللي كيخلي لك وجهك ناشف، فبالعكس كيخليه بيان هيدراتي لا كولور وفي نفس الوقت كيغديه. We'll be right back.
بون لي زامي ملي راه منشف شويه شعري فغادي نصايبو دابا بالبلاك ديالي. خليتو حتى نشف شويه حتى جلست وارتحت من ورا الحمام حيت انا ورا الحمام كيجيب ليا فريمون الصحفه. المهم انا غنصايب دابا كيما قلت لكم نورا ما كان نسالي زعما الحمام كنجلس طرونكيل على راحتي كنتفرج حاجه كنخلي زعما حتى كينشف على خاطر واحد شويه ما نشوفش مزيان زين ما بعد شويه من بعد كنصايبو دابا معكم سما غير يسخن لي الصوت ديالو حتى واحد دغيا كيسخن. هاد الماركه زوينه بزاف كنت شريتو عند واحد السيد كيجيب داكشي ديال برا كنت نسيت عليه هو لي جابو ليا زوين صراحة دغيا كيصايب الشعر. كنت خايف من فوق لانه كتكون فوق لانه كتكون من 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 فوق لانه كتك